اشرف العقد اللي اتعرض هو الاصلي؟ لا ما حدش. طيب عندي خبر عاجل، صح ولا غلط؟ عندي خبر عاجل، فرجاني ساسي دلوقتي مسافر، انا صورته في المطار اه مسافر لتونس بالاتفاق مع نادي الزمالك لمده 48 ساعه. هيرجع تاني؟ الزملكاويه شافوه في المطار وصوروه. لا هو موقوف الماتش الجاي. هو في المطار هيرجع؟ هيرجع هو موقوف عشان كده واخد اجازه. يعني فرجاني ساسي واخد اجازه وهيرجع تاني؟ اه طبعا. تمام. انت قصدك ان هو يهرب زي؟ لا يا لا والله ما لا ما انت كمان السؤال بقى بقول لك ايه؟ انا بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ لا ما ممكن على فكره، طب ما هو ممكن يجي له عقد احتراف ويمشي. ساسي لو راح اي نادي في الدنيا مش هيتحب زي ما جمهور الزمالك ده. طب يا بقول لك يا فالحب دوت الحب الماده هي اهم حاجه. لا لا رجلي تجدني ساسي بيحب جمهور الزمالك على دماغي من فوق. ممكن يمشي بالتراضي مع نادي الزمالك لو جاله عقد كبير. لو جاله نادي الزمالك لو نفسه جاله ما يهربش صرح بقى. ما لا يهربش. انا ما قلتش هروب. لا لا ما جيب. انا جبت سيره، انا جبت سيره هروب. لا هو بقول لك ايه هو السؤال بتاعك وبتعمل كده. ممكن يجي له عرض احتراف كبير. صوروا ساسي في المطار وقالوا لي الحق ساسي مسافر. الحق ساسي قلت لهم اديك اللي بتقوله. انا قلت حاجه؟ ما قلت لهم الحق ساسي مسافر بقى ليه؟ علشان هو موقوف الماتش الجاي. خد ثلاث انذارات احنا في يناير، خلي بالك مش في مارس. خد ثلاث انذارات رايح الثلاث اربع ايام. كل واحد لما ياخد ثلاث انذارات يسافر تونس. ما هو ما سافرش الفتره اللي فاتت علشان كان ماتشات ورا بعض. النهارده في فرق كبير في الماتشات. هيروح اسبوع ويرجع. ربنا بالسلامه. فرجاني ده حبيبي خلي بالك، يعني احنا بنتكلم كده بس فرجاني وحبيبنا والله حبيبي اهلاويه. طيب كمان عايز اسئله سريعه يعني. حاضر. حبيبي الاهلاويه بمعنى ايه؟ يعني حبيبي اهلاويه بنحبه يعني. لما ما بيلعبش مع الزمالك بنحبه. انت بترمي الكلمه بناء على ما برميش حاجه. انت كل حاجه لازم اقولها. هو انت ليه مخليني يعني شيطان الزملكاويه؟ ثواني يعني ايه فرجاني ساسي؟ يعني ايه فرجاني ساسي؟ يعني هو النهارده حبيب الاهلاويه وهو بيلعب في نادي منافس. وليد سليمان عايز تقول وليد سليمان حبيب الزملكاويه؟ لا لا ما بيلعبش في الاهلي حبيب الزملكاويه. حد يختلف طبعا. حد يختلف على الكابتن حسن. طب ما بيلعب في الزمالك الراجل. بص 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 احنا بنتكلم على فرجاني ساسي انه راجل حريف. ايوه دي حقيقه. تمام فما ننكرش الكلام ده. ايوه تمام صح ولا غلط؟ انت عايز تعمل مشكله والله ابدا. انا بسال جمهور الزمالك. لا مش هتعمل. لا ليه مش هتعمل؟ ما انت قلت عبد الله السعيد مش هيروح الزمالك. كنت رايني دي وجهه نظري. دي وجهه نظري. وجهه نظر. وجهة وانت نظر. محامي عبد الله السعيد. وجهه نظري وجهة يا فندم. وانا بتكلم النهارده على لسان عبد الله السعيد. طيب احمد فتحي قاعد في